حزب الله النجباء وبكتائب حزب الله وبسيد الشهداء، كل هؤلاء والحشد الشعبي المقدس والمقاومة الإسلامية، كل هؤلاء الرجال إنما يستقون هذه البطولة وهذا الصمود المنقطع النظير من شجرة الصدر العظيم الذي أسس للمقاومة. يا سيدي يا سيدي بعدك عدل، يا سيدي بعدك عدل، بعدك عدل، ازهع لصدرك لو سمع موتك، موتك أذان ويا الفجر، موتك أذان ويا الفجر، فزل الضماير النايمة قالوا فلا منك أثر وشلا جسما لملم حقهم، حقهم تراهم ما دروا ماذا جرى في الملحمة، سيدنا من طاح اعتقد طاح بحضن حامل حمى ولف بعباث المنتظر والنار من عدها احتمى والمهد جلباب الصحن شالوا عربي للسم. الله يحفظك ويسلمك. القصيدة الآن لفارس آخر من عشاق الصدر العظيم، شاعر مبدع وكبير، جل كتاباته كانت للسيد الشهيد الصدر، ذلك هو الكبير الذي قدم إلينا من مدينة سيد الشهداء الحسين عليه السلام، الشاعر المبدع الكبير هاشم العربي. السلام عليكم أبناء الصدر المقدس ورحمة الله وبركاته. لأن وانت عدل ما ترضى شفت انباس، لأن وانت عدل ما ترضى شفت انباس، خليت الشفايف شوق مجمورة نعايم صورتك ويهز ليك الشوك ونريد نبوس ايديك وترفض الصورة. هاي من الصدر شوف البطولة البيت يا من قتل من انت حبيته، وهاك الزم دليل بواقعك ملموس، لو ربك يوفقك مثلي حسيته. في ذاك الزمان المنعجل بالخوف والبيه الأسد أعلن عبوديته، هدام بكبر جيشه بهذاك اليوم وبكل غيرورة وكل حراميته يحكم هالعراق بتبقى 6 أيام وبالجمعة الصدر يحكم بعوشيته. وعلى مسؤولية الخاصة عنك ما أدافع يلذت بيك وأقول لك أنت ميت عني دافع، يا صوت الكرامة الخوف الخوف، يا ما سكتك صوت المدافع، بأعمال المكلف يبقى مكتوف وللمرجع يظل كل عمره تابع، وبعين المحال الغيرك يجوز بس فيك المحال اعتبره واقع، ولانك مرجعية المرجعيات لزوم تقلدك حتى المراجع. وفدوى الهلا عيون القهرن الليل وصاغن قمرة من هند الظلامة، وفدوى العباية رجت الكون أرامل بيها الأمير ويتامة، وفدوى لحيتك يل شيبتك نور صفت ليل ونهار والعمامة. أنا أستغرب على الناس اللي كرهوك، يقول لي ايش ينكره من هالحمامه،
حممت طبعك وخوفت الاضلاع مثل جدك عن مجلد حسامه ارمى ومثل الجميل بدرك الشوق من شافوك زرقاء اليمامه خوارج من لحم صفين لليوم وتظل تتناسى لليوم القيامه سلام الكل من يسد ثغره بالدين ويفتح على الكفر ثغره بكلامه مشابك باكر تلاقيهم الحور وكل واحد يزفون المقامه وكلهم ياكلون بصفره سير ويشربهم علي بكاس الكرامه اكيد على الصراط بسرعه عديت اكيد على الصراط بسرعه عديت وتلقاك النبي باحلى ابتسامه وصعدت ويا الحسن وحسين الاشراف وصعد ربانكم عقد الامامه وطار ويا الركب جعفر وعباس ويا موكب اجب هاي الضخامه يا موكب اجب هاي الضخامه وشكرا.